يعني رئيس الجمهورية عرف واش كيفاش يختار الوزير الأول في هذه الظروف، والثقة نتاع اللي وضعها في السي أحمد يحيى نظن أنايا ثقة كاملة، خاصة ونحن نعيش أزمة اقتصادية يعني خطيرة، ونعيش يعني الظروف نتاعنا الأمنية كذلك يعني الجيران وكذا. فأنا نظن أن الوزير الأول الآن سي أحمد يحيى نوعية ونقلة نوعية للجزائر، وغادي يعطي يعني دفعة كذلك نوعية لحكومة حقا فتكون يعني حكومة يعني مستقبل. وبالتالي نحن في حزب الكرامة سنساند هذا الرجل ونقف معه. لا تعليق لي على هذا الموضوع، بما أن هذه تدخل في الصلاحيات الدستورية لفخامة رئيس الجمهورية في نص مادة من مواد الدستور التي تنص على أن من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يعين الوزير الأول، ومن صلاحيته أن ينهي مهامه. وكل ما نعرفه هو أن السيد أحمد يحيى هو رجل دولة ورجل المرحلة بامتياز إن شاء الله. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي كنا قد يعني ناشدنا كل القوى السياسية الموجودة في البلاد، كل العائلات السياسية، بأن تكون هناك أقطاب سياسية، سواء كانت هذه الأقطاب يعني لصاحبة الأغلبية أو الأقطاب التي تعارض يعني الحكومة كحكومة. وكل ما نتمناه هو أن المرحلة يجب أن تكون لها يعني تحالفات، وربما يعني على الأقل في على أبسط الأمور، لأن كل ما كانت الجبهة الداخلية متماسكة كل ما استطعنا أن نمر ونقطع يعني هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا على الجزائر وعلى كافة يعني الدول عبر العالم. الحق لرئيس الجمهورية أنه يعين الوزير الأول وينهي مهامه، فإنه من ناحية سياسية أعتقد أن فيه يعني مؤشر كما قلت مؤشر عدم استقرار. الآن تعيين السيد أحمد يحيى كوزير أول خلفا عبد المجيد تبون الذي يحكم عليه كذلك هو ما يأتي به في مخطط عمل حكومة أحمد يحيى، وما هي الأولويات التي سيطرحها السيد أحمد يحيى والطاقم المشكل له. ونعتقد أن الأولوية تبقى في الجانب الاقتصادي الذي يجمع بين حق المواطن في الاستثمار والتجارة، وبين حق الدولة كذلك في الاستفادة من الضرائب لهؤلاء المستثمرين.